العشاء قبيله دخلوا باش يديه هو. كنت دايز من هنا العساس عيط على ذاك مول الكروسه قال له الله يرضى عليك تدخل جبد ذاك الكابل دخل جبد الكابل تهبط عليه السانسور هادشي اللي كاين ما شي حاجه اخرى ما كاين والو ما نعرفوش عليه واش مازال حي ولا ميت وان شاء الله يكون مازال حي وصافي هذا ما نقولوش القاسم كتك لا 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 لا